مرحبا بكم في ترامبو إكستريم. نريدك أن تستمتع بوقتك وأنت في أمان. تذكر ما يلي عند الاستمتاع بوقتك. تأكد من أنك ترتدي الجوارب المخصصة. ممنوع الأكل أو الشرب على النطاطية. ممنوع الجلوس على النطاطية. ممنوع التجار أو الدفع. في حالة الشعور بالتعب يرجى مغادرة النطاطية. قواعد القفز: يجب أن يكون على كل نطاطية شخصا واحدا فقط. يجب القفز في وسط النطاطية. ممنوع الركض أو التشقلب على النطاطية. ممنوع التسلق أو الجلوس على جدران النطاطية. قواعد حوض مكعبات الإسفنج: انتظر دورك ولا تبدأ إلا إذا كان حوض مكعبات الإسفنج خاليا من أي شخص. ممنوع القفز برأسك أولا. ممنوع تغطية الجسم بالكامل بمكعبات الإسفنج. قواعد كرة السلة: يمنع التعلق على حافة السلة. ممنوع الذهاب وراء اللوح الخلفي لكرة السلة. قواعد الدوج بول: لا ترك الكرة الدوج بول. يمنع الضرب على الرأس.